وفي يومنا هذا أكدت وزارة الصحة على ازدياد الإصابات بكوفيد 19 المستجد بالمغرب مع ازدياد خطورة الخروج. لهذا يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة والخروج إلا في الحالات القصوى. روبورتاج مع خالد زيتون. للكمامة كمامة ولا معرفت شنو هاد التخربيق هذا؟ ما غادي يحبسونا في الدار بزز. عرفتي شنو باليني نخرج انا شوية؟ الله يهديك الشريف، انت فين باغي تخرج؟ تجلس الأرض. لا بالرحيم غنخرج غنخرج هي غنخرج. باغي تخرج ياك؟ باغي تخرج ماشي مشكل. الو هذا قالك باغي يخرج؟ باغي يخرج. بوليس شكون قالك باغي يخرج؟ انت حد ما يخرج. اشنو كيطرى اللي كيخرج؟ غنخرج صاحبي صافا بشوية عليك صاحبي بشوية نمز عليك عادي يا بسم الله سمعتي شي حاجة؟ ما سمعت والو. انا اصلا هاد النهار دارني راسي قسما بالله عرفتي ورا الشمس صار ما عندهم كيفاش كتحلم اولدي راك بصح في الكلينيك بعد ما طلعت لك السخانه لواحد الدراسه خطيره جبناك وللاسف راك مصاب بفيروس. اولي وحدي وخليني غير نكمل هضرتي. راك مصاب واللي فات فات. كان عليك تاخد الاحتياطات ديالك. اكرم 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 فيك ماما ماما ما كنحلمش ما كنحلمش ماما ما كنحلمش ماما كنحلمش عرفتي حلمت واحد الحلمة غريبة واحد الحلمة كنت في كلينيك وكنت سميتو والله ما نعاود نخرج وعباد الله وما تخرجوش ورا ندمت 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 واش شي غير في الأحلام ديالي وندمت عافاكم الله يرحمكم ويدين بقاو في داركم حميو راسكم ما تخرجوش ما تخرجوش أنا ردي عليك فاطمة الله يرضي عليك